السلام عليكم. اليوم عندي واحد الوصفة جديدة، مكونة من الدود، والدود نوعان. ها هو كما كتشوفوا الدود الأسود، وهذا من ألد الأنواع تاع الدود، ومغذية، فيها الفيتامينات، فيها البروتينات، وكناكلها بطريقة صينية اللي تعلمتها. وهذا كما كتشوفوا راني كنتغدى بالدود. عنوان ديال هذه الحلقة هذه: مغربي كيتغدى بالديدان. الله، خاصكم تجربوا الدود هذا. يا بسم الله. الدود بنين، مقلي في الزيت ودايرين معاه شي لي زيبيس، زوينين. كنتمنى تجربوهم حتى نتوما. هادو هما الوصفات ديال غلام ياسين في زامبيا، في العاصمه لوساكا. الدود نوعان. يلا نخليكم، تحياتي مع شي وصفه اخرى.